السلام عليكم. بنستكمل محاضراتنا في مقرر الهندسة البيئية، واليوم بنستعرض المصادر الويست ذا كود بي جنريتد أثناء عمليات الدريلينج للأويل، لآبار البترول والغاز الطبيعي. زي ما حضراتكم شايفين كده على اليمين، من وجهة نظر الانفيرومنتال انجينيرينج، البتروليوم فيد لوكس جود فروم فار but far from good. يعني ده اكتر من وجهة نظر الانفيرومنتال انجينيرينج. ايوه احنا بنخرج حاجات سو فايتال للكوميونتي اللي احنا عايشين فيه، بس احنا من جانب اخر برضو بنلوث الكوميونتي اللي احنا موجودين فيه. بالنسبة للانفيرومنتال انجينيرينج، انا مش هنستعرض قوي التكنيكال بارت بتاع drilling او بتاع البرودكشن، ولكن احنا يعني just touch it. المفروض ان انتوا سينيورز دلوقتي، يعني انتوا على دراية اكتر بعمليات الحفر وعمليات الانتاج يمكن اكتر مني. فاحنا كاوفرفيو للدريلينج بروسيس، لو قلنا المين ايديا بتاعت الروك بنتريشن او الروك فراجمنتيشن، او ان انا اعمل هول في الارض، ان انا ابلاي انرجي، يو نيد تو ابلاي سم سورت اوف انرجي، فبالتالي الروك يحصل فيه ستريسز، انترنال ستريسز. لو الستريسز دي كانت اكبر من السترينث بتاعت الصخر، فبالتالي الصخر بيبدا يتكسر. لو كانت الستريسز الانديوسد في قلب الصخر نتيجه الانرجي كانت اقل من السترينث بتاعت الصخر، فالصخر بيفضل زي ما هو. السترينث مقصود بيها البايندينج ما بين الحبيبات بتاعت الايه بتاعت او المولكيولز بتاعت الصخر ماتيريال نفسها. طيب يمكن الدريلينج الريج as a whole is designed ان هو يخدم البيربوس ده. انا عايز اتم عملية الدريلينج، فانا محتاج بيت، البيت دي has to be rotated against the rock، وفي نفس الوقت روتيشن فقط مش هيساعد، لازم كمان يكون في thrust force عليها، تمام كده، ولازم يكون في removal للcuttings اللي موجودة في قلب الهول. يعني تخيل كده انت cutting، انت عمال تعمل روتيشن وبتكسر، فبالتالي لعدم ازالة القاتنجز الموجودة في قلب الهول ده هيسبب ان البيت ما يحصلش تقدم، خلاص مش قدرت تقدم تاني في قلب البير. فعملوا سيستم للمود سيستم او المود سيركوليشن سيستم، يمكن الغرض الاولي او الظاهري منه ان هو يبدأ يرفع القاتنجز اللي موجودة في قلب الهول عشان يقدر يتقدم بالبيت ويزود الريت اوف بنتريشن بتاعه. فيمكن السيركوليشن او المود سيركوليشن سيستم ده اهم جزء فيه. الهارت بتاعه كان المود بامب. المود بامب دي بتسحب من تانكس، بسميها المود تانكس او المود بيت، بيبقى موجود فيها المود وبتبدا تضخه زي ما انتم شايفين كده، حتى نهايه، حتى ان هو يخرج من الفتحات بتاعه البيت ويبدا يشيل معاه القاتنجز الموجوده في قلب الهول ويخرج بيها لبره. اول معده او اول اكويبمنت بيقابلها الكاتنجز وهي خارجه من بره الشيل شيكر، بحيث ان هو ده زي سكرين بفتحات معينه يقدر ان هو يفصل الكاتنجز الموجوده في المض في المض او الدريلينج فلويد. طيب احنا عارفين ان الدريلينج فلويد دوت مضر للانفايرمنت somehow، في كومبوننتس، الكومبوننتس دي الى حد ما مضره بالانفايرمنت. فزي ما قلنا لحضراتكم المره اللي فاتت في الويست مانجمنت بلانت، اول هدف فيها او اول خطوه فيها ان انا اعمل ريوز، اعيد استخدامه تاني. لو ما قدرتش اعمل ريوز، فبالتالي بقى يبقى في ريسايكل، يبقى في ريكفري وهكذا. فبالتالي اول خطوه كانت الريوز. ذلك عمل سيستم كامل ان هو يحاول يستفيد تاني من الكلي او من الدريلينج فلويد اللي هو شغال بيه. كانت بدايتها بالشيل شيكر، ده بيشيل السوليد بارتكلز لحد سايز معين. بعدها ممكن تلاقي فيه ديساندر، ديسيلتر، مات كلينر، سنتريفيوج، ده كلها اكويبمنت هتكون موجوده عشان يقدر يشيل السايز بتاع البارتكلز اللي موجوده، البارتكلز او السوليد بارتكلز اللي قد تكون موجوده في الدريلينج فلويد. تمام، يعني هو لو عمل التنقية اللازمة، فبيجي هنا كده في السكشن بيت
بيبقى في اضافه تانية، لان الكيميكال بروبرتس بتاعه الكلي او بتاعه الدريلينج فلويد سام هاو بتتغير، بيكون محتاج يضيف بعض الكيميكالز عشان يظبط الكيميكال او ريولوجيكال بروبرتس الريولوجيكال بروبرتس بتاعه المط. تمام، اعتقد انتوا سام هاو اكسبرت اكتر مني كمان في الموضوع ده. يعني لو كان المض دوت في بعض الجاسز اللي جنريتد، فممكن تلاقي في عندك دي جاسر عشان يابلاي فاكيوم معين على الفلويد او جيلينج فلويد عشان يستخرج منه الغازات اللي موجوده فيه، لان دي سبب رئيسي للكروجن. برضو الدريلينج فلويد ده has to be maintained in في بحركه مستمره، لازم يكون الفلويد ده بحركه بيتحرك على طول عشان ما يحصلش تيتلينج للبارتكلز اللي فيه، وده دايما هتلاقي فيه حاجه اسمها المض اجيتيتور موجود عندي. يعني السيستم ده انتوا تقريبا اخدتوه في كورس كامل. انا يهمني اكتر في الانفيرومنتال انجينيرنج الدريلينج فلويد ده ايه الكومبوننتس اللي ممكن تكون موجوده فيه وتكون مضره بالانفيرومنت. طيب لو انا قلت لك الدريلينج فلويد ده مضر بالانفيرومنت سام هاو، هتقولي اوكي وي كان جو ويزاوت ات، ليتس جو ويزاوت ات. هل تقدر في الوقت الحالي ان انت تستغنى عن الدريلينج فلويد؟ الاجابه طبعا لا. طيب ليه؟ لأنهم أساسا تعبوا جدا بالأبحاث وبالشغل الصناعي وفي المعامل لحد ما وصلوا للبروبرتس بتاع الدرين فلويد الموجودة الحالية. المشكلة دلوقتي إن الدرين فلويد ده بعد أنا ممكن أعمل له ريوز مرة واثنين وثلاثة، طيب في النهاية هيروح فين؟ في النهاية خالص قال في حاجة اسمها ريزيرف بيت. الريزيرف بيت ده قال يكون قد يكون مض بيت بخزن فيه، بعمل فيه الاستورج بتاع للمض عندي، لو انا احتاجت في وقت معين انا ازود الدريلينج فلويد يبقى عندي استورج. او قد يكون الاكثر اللي انا هستخدم الديفينيشن ده اكتر لكلمه ريزيرف بيت اللي هو ويست بيت عشان يعمل ديسبوزل للدريلينج فلويد. هو مش بيبقى دريلينج فلويد بس، يعني هو خلاص قرر ان هو يستغنى او يستغنى عن الدريلينج فلويد اللي هو شغال بيه، فبيعمل حفره في الارض. الحفرة دي على حسب الإمكانيات الموجودة بقى، قد تكون لايند قد تكون unlined زي اللي موجودة هنا دي كده، وبيسيب فيها drilling fluid بتاعه وممكن يجففها وممكن لأ، وبيردموها ويمشوا على كده. قد يكون كمان هو يضيف بعض الكومبوننتس للدرين فلويد تزيد المشاكل الانفايرومنت، لو عنده ويست اويل، لو عنده بينت، لو عنده حاجات متكسره، اي كراكيب، اي 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 كيميكلز، ممكن يعمل لها دامبنج في المكان ده كده ويجففها او يردمها ويمشي. تمام، بالنسبه لل الشغالين في الاوفشور برضو دريلينج كاتينجز دي احيانا بيبقى الشركات عليها بعض الريجوليشنز انها ما ترميش حاجه في البحر، يعني ممكن هو يرمي دريلينج كاتينج في البحر وخلاص ما حدش شايف حاجه، لكن بيبقى في بعض الريجوليشنز لو بتقول له ما ترميش اي حاجه في البحر فبيحطها في كونتينرز، والكونتينرز دي برضو في الاخر هيبقى فيه ريزيرف بيت على الشاطئ بحيث انه يدفن فيه المكونات بتاعته. تمام، طيب الويست بقى جنريتد اللي عندي اللي هو ممكن يكون اثناء الدريلينج في مشاكل بالنسبه للانفايرمنت، بينحصر في ثلاث أشياء أو ثلاثة كومبوننت أساسيين. كومبوننت الأولاني هو drilling fluid، كومبوننت تاني هو drilling cutting، لأن القاتنج ده بيبقى أصلا ويتد بالdrilling fluid، فلو drilling fluid في مشاكل يبقى هو سايب بعض الأثار على القاتنجز نفسي. الكومبوننت التالت بعض حاجة اسمها بسميها associated waste، ومعنى associated waste يعني قد تكون air emissions، قد تكون solar gas emissions، قد تكون بعض الكومبوننت زي السولر، بعض البينت، بعض الزيوت بتاعه الايكويبمنت اللي شغال بيها، ده كل ده برضو بيبقى يعتبر ويست جنريتد بس اسوشيتد بالمين دريلينج ويست اللي هو دريلينج فلو. طيب ستيل وي هاف ا تشالنج، زي ما قلنا اول محاضره ان I need to meet the world demand of energy، انا محتاج اخرج بترول وناتشرال جاس بس انا حاول اقلل الامباكت بتاعهم على الانفايرمنت. فكان السؤال طب ليه ما نلغي موضوع الدريلينج فلويد ده خالص؟ فقلنا لا مش هنقدر نلغيه، لان الدريلينج فلويد ده has some functions اساسيه في عمليه الحفر.
يمكن لو بدأنا بالموست كومن اللي هو الووتر بيس drilling mud، بيبقى البيس بتاعه ووتر ومضاف ليه بعض الكومبوننتس. طيب ليه انت مش قادر تستغنى عنه؟ قال ان في بعض الفانكشنز الاساسيه للدريلينج فلويد has to be accomplished باستخدام drilling fluid. زي ايه؟ قال والله زي ان هو بيعمل flushing للكاتنج، بيعمل cleaning للهول، بيعمل cooling ولوبريكيشن للبيت والدريلينج string، بيعمل control للformation pressure، تالي ممكن يعمل لي preventing للblowouts، بيعمل stabilization للwall pore عن طريق المط كيك اللي بتتكون على الجدار بتاع التيوب بتاع الهول. برضو الكاتنجز اللي خارجة من السيستم ده انا اقدر اعرف منها بعض الانفورميشن عن الفورميشن نفسه. الدريلينج فلويد بيعمل لي كمان بروتكشن للدريلينج سترينج والبيت اجينست كروجن. طيب لما كان البيس اللي هو الموست كومن بيس للدريلينج فلويد هو كان الووتر، قال الووتر ما تقدرش تقوم بالفانكشنز دي لوحدها. لو انا هستخدم مية ما اقدرش اغطي الفانكشنز الاساسية الموجودة دي، لازم ليها من بعض الاضافات. ففي اضافات بتبقى عشان اتحكم في الفيسكوزيتي، في اضافات عشان اتحكم في اعمل كنترول للدينستي، صح كده، في اضافات عشان اتحكم في البي اتش بتاعة الدريلين فلويد، في اضافات عشان اعمل ديفلوكوليشن للفلويدز اللي موجود للبارتكلز بتاعة الكلي عشان ما تبقاش ستيك لبعضيها، ما تلزقش بعضها وبالتالي تترسب او تحصل لها ستلينج. في اضافات تانية للكروجن عشان امنع الكروجن، تمام. حتى الفلويد ده او الدريلين فلويد ده ما هو الا بيئة صالحة ان ينمو فيها البكتيريا والفطريات، برضو بضيف بعض الاديتيفز عشان حاجة اسمها بايوسايدز، يعني عشان اقتل البكتيريا والحاجات الموجودة عندي. طيب نحاول ناخد خاصية خاصية ونركز اكتر، نشوف ايه الحاجات اللي انا بضيفها. انا مهتم اكتر ايه هي الكيميكالز اللي انت بتضيفها للدريلينج فلويد اللي ممكن تخليه environmentally has an impact على environment. زي ما قلنا لحضراتكم، اول function للدريلينج فلويد اللي هو يحمل القاتنج اللي هي generated في البور من تحت يطلعها لفوق عشان نقدر نعمل تقدم في advance في عملية البنتريشن. طب ايه الفاكتورز اللي ممكن بتحكم في settling velocity بتاعة البارتكلز؟ يعني في قلب فلويد معين اللي يخلي البارتكل ده ينزل لتحت يصله settling في قلب الفلويد. قال الله settling velocity حسب قانون ستوكس بتوقف على الديامتر بتاع البارتكل، كل ما كان الديامتر بتاع البارتكل كبير كل ما كان settling velocity بتاعته هتكون اكبر في drilling fluid. نفس الكلام بتعتمد على الفيسكوستي بتاعت الفلويد، كل ما كانت الفيسكوستي دي عالية كل ما كان settling velocity بتاعت البارتكل في الفلويد هتقل، وده مطلوب. البارامتر التالت هو الفرق ما بين الدنستي بتاعت القاتنج والدنستي بتاعت الفلويد نفسه. اي من التلاتة بارامترز دول مؤثر اكتر، هقول ان الديامتر بتاع القاتنج ده مؤثر، ولكن هو في حالة ان البيت ثابتة والروك بروبرتي ثابتة هتلاقي الفراجمنتيشن ثابت. البروبرتي التانية الفرق بين البارتكل دينستي والفلويد دينستي، يعني البارتكل دينستي لو قلنا انها في حدود مثلا سي 3500 كيلوغرام على المتر مكعب، الفلويد دينستي لو بدأت بالووتر يبقى انا شغال في 1000، كل ما زود شوية بنتيجة ان انا اضافة بعض البارتكل دي هتزيد ايه، يعني هتوصل ل2000؟ مستحيل، صح كده. فالفرق دايما بين البارتكل دينستي والفلويد دينستي لحد ما مش مؤثر قوي، مش العامل الاساسي في الكنترول للفيلوسيتي بتاعه البارتكل، ولكن العامل اللي ممكن فعلا يكون مؤثر اكتر هو الفيسكوزيتي بتاعه الفلويد. The more viscous the fluid the less the settling velocity، يعني كل ما اقدر اتحكم في settling velocity وكل ما اقدر ان انا ارفعها لفوق. طب انا كان ممكن استخدم مية، ايه المشكلة ان انا استخدم مية واخرج بيها القاتنج من قلب الهول؟ قال ده معناه ان انت محتاج تضخ المية بسرعة كبيرة جدا، يعني السرعة ده معناه عشان تقاوم السيتلينج فيلوسيتي بتاعة البارتكلز، وده معناه فلوريت، طالما السرعة زادت يبقى الفوليوم فلوريت بتاع الووتر زاد، يبقى انا محتاج اكويبمنت
كبيرة بقى ومحتاج ريسورس كبير من الدريلينج فلويد في اللحظة دي، في الآخر ده هيبقى ويست، يعني كل ده انرجي ويستد، وفي الآخر برضو بعمل ويست في الانفايرومنت. ولكن لو اتحكمت في الفلوسيتي بتاعة الفيسكوسي بتاعة الفلويد، ده ممكن يؤدي الغرض وما زودش اللود سواء انرجي او لود على الماكينز الماشينري اللي شغاله الموجوده معايا. طيب ايه الاديتيف الاساسيه اللي ممكن اضيفها للووتر از ا بيس فلويد عشان ازود الفيسكوستي بتاعته؟ قالوا حاجه اسمها الكلاي. which kind of clay؟ كلمه كلاي لوحدها كده لو جيت تبص على الديفينيشن بتاعها هي مش مينرال، مش حاجه اسمها كلاي از ا مينرال، بس كلاي ده refers to a group of mineral، يعني 200-300 نوع من أنواع الكلاي. فلذلك هما بيقسموهم، يعني الفانكشن أو المعلومة الأساسية المشتركين فيها إن هما بيتكونوا من hydrous aluminium silicates، يعني هتلاقي فيها aluminium silicates في الكومبوزيشن بتاعها، وجاية من الويزرينج أو decomposition بتاع صخر تاني زي الفلسبار أو الجرانايت أو الشيلز. لكن نتيجة ان هم اعداد كبيرة جدا من المينرز فبدأوا يقسموها الى جروبات حسب الستراكشر بتاعتها الكيميكال كومبوزيشن بتاعها. اشهر الجروبات دي في اربعة شهيرين جدا، طبعا الكولين جروب يمكن العنصر الاساسي فيه هو الكولينايت، ولكن في بعض الاليمنتس التانية اللي موجودة في قلب الجروب دي. الجروب التانية المونتمرولونايت او البنتونايت زي ما انتوا تعرفوه اكتر بالبنتونايت او السيميكتايت، ده اسم تالت الجروب. يمكن دي الجروب اللي شغالة عندكم في الجيلين فلويدز، مش كل الانواع الباقية ده المايكا وده اللايت وده الكلورايد جروب يقدر يشتغل معاك في الجيلين فلويد. انت عايز حاجة بسيرتين فيزيكال وكيميكال بروبرتيز تنفع في الحالة بتاعتك اللي هي تزود لي الفيسكوستي، ونشوف ده ازاي. لو جينا نتعرف اكتر على المونتمونايت كلاي او البنتونايت كلاي، قال ده بيتكون من شيت ستراكشر. لو جيت تدقق اكتر على الكومبوزيشن بتاعها هتلاقي ان هما تو لايرز اساسي، بيسيكلي تو لاير، سيليكا لاير ده كده سيليكا لاير والومينا لاير او بيسموها الجبسايت لاير. سيليكا لاير دي بتكون من يعني السمبل يونت ليها الوحدة الأساسية للتركيب بتاعها اللي هو بيبقى عبارة عن ذرة السيليكون محاطة بأربع ذرات من الأكسجين. وعندهم قابلية بعد كده ان هو بيكون لي حاجة اسمها تتراهيدرون زي ده كده. عند التتراهيدرون دي ليها قابلية انها شير الأكسجين أتوم، فيعمل لي شيت من التتراهيدرون أو تتراهيدرا. الشيت التاني من الجبسايد بيبقى ألومنيوم آيون أو أتوم محاطة بثمانية OH groups، فيما يشكل لي بيعمل لي حاجة اسمها الأكتاهيدرون أو ثماني الأوجه. اللاير دي بسميها الجبسايت لاير، برضو ممكن كان شير الأكسجين أو الأكسجين أتوم ويعمل لي اللاير زي اللي انتو شايفينها دي. المونتمورنايت جروب لما جيت تشوف لو شفته على الطبيعة هتلاقيه بالشكل ده كده أبيض حاجة زي الفل، ولكن لو شفته تحت الميكروسكوب تلاقيه عبارة عن شيت ستراكشر، يعني لو كبرته هنا كده شوية هتلاقيه عبارة عن شيتس. الشيتس دي أقل يونت فيها هما التلاتة لاير دول كده مع بعض، السيليكا لاير فالجبسايت لاير فالسيليكا لاير مرة تانية. اللاير دي أو الستراكشر دي لو قلنا ده كده مثلا لاير رقم واحد وهنا كده برضو لاير رقم اتنين بيبقوا نيجاتيفلي تشارجد، فدايما بتلاقي بعض الكاتيونز زي المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم بيحاولوا يربطوا الاثنين لاير دول او ببعض، يعني اللاير اللي فوق باللاير اللي تحت. اللي بيحصل بقى لما بيكون النوع ده من الكلاي موجود في قلب الووتر ان المياه بتعمل اكستشينج للكاتيونز اللي موجوده هنا دي، يعني تقدر تستبدل ده كده وتشيله يروح للسوليوشن ويروح مكانه الووتر. بس جزيء المية أكبر من الجزيء بتاع الكاتيونز، بتاع الكاتيون نفسه، الكاتيونز كاتيونز الأيون، يعني جزيء الموليكيول بتاع المية حجمه أكبر من الكاتيونز اللي موجودة هنا دي، فبتعمل إكسبانشن. يعني لو كانت دي المسافة الانتر لاير ديستنس اللي هي يعتبر السيكنس بتاع الوان لاير،
لما بيتواجد المية بيحصل اكسبانشن هنا كده، فبتزيد المسافة دي نتيجة الاكسبانشن بتاع اللاير، الاكسشينجبل لاير الموجودة في النص. فبالتالي تقدر بعد كده بقى لو ده كده كانت عاملة شيت والتانية دي كانت شيت وفي شيت تالت اهوت، كان في الاول نتيجة ان السبيس ده صغير فكان الشيت دي في بعض الروابط زي فاندر فيل مسكاهم ببعض. لما تضعف انت بقى الروابط دي فبيبقى سهل جدا، وتكبر المسافة فتضعف الروابط، فسهل جدا ان هم ديسبيرسد في قلب الليكويد على شكل الشيتس. تمام كده؟ ذلك احنا بنفضل او بنستخدم النوع ده من الكلاي لان ده اكسباندبل كلايز، كان بي ديسبيرسد في قلب السولوشن بتاعك على شكل الشيتس اللي احنا بنقول عليها دي. طيب والبارتكل سايز بتاع الكلاي دايما يعني اقل من 2 مايكرون، من نص الى 2 مايكرون، فبيعمل لي البروبرتيز اللي هي مطلوبه. طيب اوكي، طيب زودنا الفيسكوستي وحاجه جميله جدا كنا محتاجينها عشان نقلل السيتلينج فيلوسيتي بتاعه البارتكلز، ونقدر نرفع البارتكلز دي اوت من الايه، من البور هول. ايه تاني ممكن يفيدني الكلي في الدريلينج فلويد؟ قال ده الكلي ده بيمنع حاجه اسمها لوست، او يعني في فينومينا اسمها لوست سيركيليشن، يعني الدريلينج فلويد كان بي لوست في الفورميشن، نتيجه ان انا عندي دريلينج فلويد معدي على بعض الفورميشن اللي هو البروستي بتاعته عاليه شويه زي السيليكا مثلا، او يكون فيه كراكس او يكون فيه اي حاجه. فاللي بيحصل ان الدريلينج فلويد او الفلويد الميه بيحصل لها بتعدي في قلب البور هولز اللي موجودة دي، صخرة بيرميبل فالمية بتعدي فيه، بس المض نتيجة ان هو اكبر، يعني السايز بتاع الووتر مولكيول في حدود 2 من 10 نانومتر، لما البارتكل بتاع الكلية انا بقول لك في حدود 2 مايكرو، يعني 1000 مرة اكبر من السايز بتاع الووتر مولكيول. فبنحجز هنا كده بره ويعمل لي لاير، اللاير دي بيسموها المض كيك، فاصبح المض كيك منعت لي further loss للدريلينج فلويد في قلب صخر زي ده، صح كده؟ وفي نفس الوقت عملت لي stabilization للوول، يعني المنطقة دي كده بدل ما يحصل فيها caving ولا حاجة، لا ده هو بيعمل stabilization للوول. طيب بفرض ان انت بتحفر في مكان والمكان ده البرميبيليتي بتاعته عالية جدا وممكن يكون فيه cracks او حاجة، فدرين فلو باي اتسلف كانت ممكن ما يقدرش يعمل الانسيوليشن او الانسيوليشن لاير دي. هلا ممكن اضيف ليه كمان بعض الاضافات، يعني اعتقد الشكل ده الـ بتاع بقايا قصب السكر والنشاره بتاعه الخشب وبعض ال اسمها ايه ده، بذره القطن، الحاجات دي طبعا مش هتتحط، هي هتضاف، هي هاز نو انفايرمنتال امباكت، هي مش هتضاف بالشكل ده، هي طبعا هتضاف بشكل انعم من كده عشان تعملي زي بريدج كده ما بين البارتكلز، وبعد كده يبدا الكلي يعمل المط كيك ده على سطحها من فوق. يعني احنا حتى الان ما ضفناش حاجه مؤثره على الانفايرمنت، الكلي باي اتسلف ده حاجه الى حد ما فريندز لايك فريندلي وذ انفايرمنت، الاضافات دي كمان برضو ما هياش ملوثه للانفايرمنت ولا حاجه. هنشوف بقى ايه اللي يحصل بعد كده. طيب عشان الكلي يقدر يقوم بالفانكشن الأساسية بتاعته لازم يكون في حالة dispersion في قلب الفلويد، ما هوش ماسك في بعضه وعامل لي كتل، صح كده؟ لذلك دايما هتلاقي كومبوننت أساسي موجود في على المط تانكس اللي هو الأجيتيتور، لأنه has to keep the drilling fluid ده دايما في حالة حركة. طيب إيه اللي ممكن يخلي الكلي بارتكلز دي تبقى aggregated أو dispersed أو flocculated؟ قال والله الكلي بارتكلز دي حسب السيرفس تشارج بتاعتها، اللي هي بتبقى basically function في البي اتش بتاعت الوسط بتاعت الدرين فلويد. تمام كده؟ قال والله لو كانت البارتكلز دي dispersed هتبقى بالشكل اللي هو موجود في الأول ده كده، وهتلاقي بيحقق لك medium velocity viscosity. طيب لو بدأت ان هم يحصل لها aggregation او face to face aggregation وتبقى عاملة particles كبيرة بالشكل ده، قال هتقل الفيسكوستي. في حالة الفلوكيوليشن بيبقى في face مع edge aggregation، فده بيبقى higher very high viscosity.
طبعا حضرتك انت viscosity معناها resistance to the flow, resistance over flow to flow, يعني السائل ده لو viscosity بتاعته عالية هيبقى فيه مقاومة للحركة. مع الفيسكوستي دي عالية معناها ان انا محتاج مد بامب تبقى قوية جدا وضخمة جدا وعشان اقدر ان انا احركه. وفي اللحظة دي ممكن بقى ده انت مش هتحرك, ده انت هتدمر الفورميشن كله. فانا مش محتاج لا لو فيسكوستي ما اقدرش اشيل الكلي بارتكلز او الكاتينجز, ولا هاي فيسكوستي ادمر بيها السيستم كله. انا محتاج حاجة تبقى ميديم فيسكوستي, فده بيتطلب عليا ان تكون الكلي بارتكلز ديسبيرسد, تبقى سنجل لايرز شيت زي ما بيقولوا عليه. طيب انا افترض ان هي البي اتش بتاع السوليوشن اتغيرت ولا حاجه وبدا يحصل حاجه زي دي, يا اما اجريجيشن او فلوكيليشن, فانت بتضيف بعض الكيميكالز اللي تحاول ترجع السيستم تاني للديسبيرسد مود بتاعه, ودي بيسموها ديفلوكيلنت. الديفلوكيلنت دي الى حد ما بتعتمد على التمبريتشر بتاع السوليوشن نفسه. ففي فوسفيت كومباوندز, في تانيوم كومباوندز, في لجنايتس. لجنايتس ده اللي هو يعتبر لو جريد من الكول من الفحم. في لجنو سلفونيت كومباوندز, يعني بعض الكيميكالز انا ممكن اضيفها. الفانكشن هاو ذي ورك بتختلف من واحد للتاني, بس في النهايه هقدر احصل على الكلي بارتكلز دي ديسبيرسد في قلب السوليوشن, يعني انا حققت التارجت بتاعي. يعني يمكن البدايه من هنا كده, انا ببدا اضيف اهو بقى لجنو سلفونيت, ببدأ أضيف فوسفيتس, ببدأ أضيف كيميكالز. الكيميكالز دي طبعا ليها تأثير على الانفايرومنت, هيا ما نشوف بعد كده. تمام, احنا ستيل بنقول وعايزين الكلي باركلز دي ديسبيرسد. قال ده المود بتاع الاجريجيشن بتاع الكلي باركلز بيعتمد أساسي على بي اتش بتاع السلوش بتاعة الفلوت. يعني يفضل ان انا اكون في pH من 9.5 ل10.5 عشان اضمن ان الكلي بارتكلز دي هتبقى ديسبيرسد في السوليوشن. وده بيعتمد على السيرفس تشارج بتاعتها. يعني الكلي بارتكلز لما تكون انت شغال هنا كده اسيدك, بتبقى الكلي بارتكلز دي بيبقى فيها جزء بوزيتيف عليها سيرفس تشارج, جزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف, فتلاقي بعض الكلي بارتكلز هيبدا يتجاذب لبعضه. ألما لما توصل بقى لي إن أنا وصلت هنا كده عن 9.5 pH, فأنت بتزود الريبالشن فورس, بيبقى عليهم نفس التشارج, وبيبقى بتزود الريبالشن فورس ما بين البارتكلز, وتبقى محافظ على السسبنشن أو الديسبيرشن بتاعك. تمام. طيب أنا هضيف إيه عشان أتحكم في البي اتش بتاعة السوليوشن؟ معظم الناس أو معظم الوقت بيضيف الصوديوم هيدروكسيد أو المعروف ب الكوستيك صودا عشان اتحكم في البي اتش بتاعه السولوشن. وجدوا ايضا ان البي اتش دي مش بس بتحسن الديسبيرشن بتاع الفلويد, قال لا ده ممكن تزود السولوبيليتي بتاعه اللجنو سلفونيت كاديتيف والليجنايت. يعني انا ضايف كيميكالز عشان تشتغل وتيجي البي اتش لما تغير تخلي الكيميكال ده ما يشتغلش. ايوه الكيميكال ده بيبقى وركينج او ديسوشيتس في بي اتش رينج معين. تمام. برضو لما يكون الانفايرومنت دي شغال في بي اتش عالي, قال ده بيمنع الكوروجن, بيمنع الامبريتلمنت بالهيدروجين للسوليد او للستيل اللي انت شغال بيه, بتاع التيوبس اللي انت شغال عليه او الاكويبمنت اللي انت شغال بيه. يبقى higher pH is required, وعشان احافظ على high pH فانا محتاج اضيف بعض الكومباوندز زي صوديوم هيدروكسيد. صوديوم هيدروكسيد ده يعتبر من الحاجات اللي هتبقى مؤثرة معايا في الدريلين فلويد. تمام. What could be the other functions للدريلين فلويد؟ قال والله لما بتكون في أثناء عملية الحفر وتعدي على منطقة دي مثلا يكون فيها شيل, يكون من نفس النوع بتاع البنتونايت اللي احنا قلنا عليه, نفس الاكسباندبل ستراكشر دي, فاول ما ده كده هيخش عليه درين فلويد الووتر, هيحصل اكستشينج للكاتيونز اللي موجوده هنا, والشيل دي نفسها يحصل لها سويلنج, وبعد ما يحصل لها سويلنج يحصل لها ووش اوت, فتطلع معاك في قلب الدرين فلويد. صح كده. طب عشان امنع الفينومينا دي او عشان اعكسها, عشان اقدر ان انا اعكسها,
احافظ على البور هول بتاعي في حالة ان يكون انا معدي على طبقة زي دي كده؟ قال والله حاول تزود الكاتايونز اللي موجودة في قلب السولوشن. ما ده هيروح فين؟ ده لو هيحصل له اكستشينج ب الووتر هيروح للسولوشن، هيروح للفلويد تاني. لما لو انت زودت الكونسنتريشن بتاع الكاتايونز اللي موجوده في السولوشن، فبالتالي ده هيفضل مكانه، ده بالعكس ممكن يروح يزود كمان بعض الكاتايونز تخش في قلب الاستراكشر بتاعت الشيل، ويحصل يزود التماسك بتاعها مع بعض. لذلك انا هنا بقى محتاج ان انا اضيف بعض الكيميكالز اللي تخلي الكاتايونز اللي موجوده في قلب الدرين فلويد زياده الكونسنتريشن بتاعها زياده شويه. هل في الحالة دي ممكن نزود صوديوم أو بوتاسيوم كلورايد أو بوتاسيوم أسيتيت؟ يعني نشوف اللي شغال عندي. احنا بقولك صوديوم بوتاسيوم كلورايد، صوديوم أو بوتاسيوم أسيتيت، بوتاسيوم كربونيت، يعني اللي شغال هو الكاتايون. ذلك الكاتايونز اللي هتبقى موجودة بزيادة كونسنتريشن بتاعها هيزيد في قلب السولوشن، هتلاقي الفينومينا بتاعت السولينج دي يقللها او يعمل لها يوقفها خالص، ويمنع ما يسمى بالويل بور ووش اوت، وبالتالي يبقى منع الدامج اللي موجود في قلب الايه بيسموه الفورميشن دامج او ووش اوت. حتى نفس الستايل او نفس المود، لو انت معدي على طبقه فيها سولت، فعشان دي ما تدوبش بالميه حاول ازود نسبه تركيز السولت في قلب السولوشن، صح كده؟ فبضيف هنا اي صولت يكون فيه كلورايدز، فبالتالي لما يزيد الكلورايد في قلب السولوشن ما يحصلش اكسسيف ديسوليوشن للصولت، وهيدوب منه جزء بس ما يبقاش ده اكسسيف، ما يبقاش في حاله ان انا جايب ميه فريش والميه دي ما فيش فيها كلورايدز، فبالتالي يدوب معظم الصولت ويعمل لي طبعا مشاكل. طيب تمام. فانكشن تانية مهمة جدا للدرين فلويد، ان هو يمنع ال اسمها ايه البلو اوتس، سادن بلو اوتس. البلو اوت ممكن يحصل لما يكون البريشر في بتاع الفلويد اللي موجود في قلب الفورميشن اكبر من البريشر بتاع الدرين فلويد نفسه. يعني لو هنا كده الدرين فلويد اهو تمام، وده ليه بريشر، والفورميشن هنا كده ليه بريشر تاني. الموضوع سهل، لو في ليكويد هنا وهنا في ليكويد، لو البريشر هنا عالي اكتر من ده، فبالتالي الليكويد ده يحصل له يطلع في قلب الدريلين فلويد ويروح جاي رامي الدريلين فلويد لبره، وفي نفس الوقت يحصل صادن او uncontrolled production لو ما كانش المعدات بتاعتي مهيئة انها تتعامل مع البلو اوت. طيب عشان انا اخد سيفتي كده من اجينست البلو اوت، فانا بحاول ازود البريشر بتاع العمود الطفله عن البريشر في الفورميشن. البريشر ما هو الا جاما اتش، والجاما دي عباره عن رو في جي، يعني بيعتمد بالدرجه الاولى على كثافه الفلويد نفسه. بالتالي ازاي ازود بقى انا كثافه الفلويد؟ انا ضفت كلي على فكره، الكلي بارتكلز دي الكثافه بتاعتها حوالي 2.6، هو هيزود الفلويد كومبيرد بكثافه الميه، هو هيزود طبعا كثافه، بس مش دي الزياده اللي انا محتاجها. لذلك انا محتاج بقى بارتكلز تانيه، ماتيريال تانيه اضيفها تكون كثافتها اكبر شويه. فالمتبع ان هما بيبداوا يضيفوا حاجه اسمها البرايت او الباريوم سلفيت، سبيسيفيك جرافيتي للبرايت حوالي 4.2، يبدا يزود معايا في الايه الكثافه. البرايت لقوا ان هو ملوث اسف للاسف ليه الانفايرومنت نتيجة وجود الباريوم ايونز، ودي تعتبر هيفي ميتال. والبرايت نفسه كماتيريال قالوا فيه بعض الشوائب بيكون موجودة فيه زي الاتش جي، ده برضو هيفي ميتال. هيفي ميتال يعني بعض الاليمنتس اللي كثافتها عالية ولكن وجودها بتركيزات صغيرة في الانفايرومنت يعتبر اكستريملي دينجرس، خطير جدا. فحبوا ان هم يقللوا شويه من البرايت. طيب يعني نستخدم برايت ونضيف لي حاجه تاني؟ قال اوكي ممكن نستخدم الايرن كومباوندز، كالسيوم كربونيت، الايرن كربونيت، الالمنايت، المنايت ده خامه من خامات الحديد، الهيماتايت برضو ده خامه من خامات الحديد. طب انت محتاج كثافه عاليه جدا، خلاص بقى يبقى احنا نغير خالص البرايت ونحط جالينا. الجالينا دي اللي هي الليد سلفايد، الكثافه بتاعتها والسبيسيفيك جرافيتي حدود 6.5 7،
فدي ممكن استخدمها لو انا مضطر او محتاج ان انا ازود البريشر بمقدار عالي. لكن الجالينة برضه نفس الكلام، فيها رصاص يبقى البي بي اينز ده هيبقى مشكلة بالنسبة للانفايرومنت. ماشي كده يا شباب؟ يعني انا محتاج ازود الدنسي بتاعت الدرلين فلويد عشان يخدم فانكشن معينة عشان اطلع البرودكت اللي عندي ده، ولكن احنا بالتحليل وجدنا ان الحاجات دي فعليا بتجيب هيفي ميتلز، والهيفي ميتلز بتأثر فينا بعد كده زي ما هنشوف يمكن تشطر الجاي اكتر ترجع لنا. ما تقلقش، هي راجعه لك هنشوف ازاي. قالوا بعض الاضافات برضو انا مضطر ان انا اضيفها عشان احاول اقلل الكروجن ريت بتاع الدرلين فلويد، وخاصه ان الدرلين فلويد ده لو كان فيه بعض الغازات زي الاكسجين، الكربون دايوكسيد، الهيدروجين سلفايد، فهو مور كروزيف. ذلك هتلاقي من ضمن الكومبوننتس اللي موجوده في في اللاين بتاع المود بيتس الديجاسر عشان يحاول يتخلص من الحاجات الموجوده دي. طيب مش قادر او مش قادر ان هو يتخلص منها او يتخلص من جزء منها وجزء لا، فبالتالي يبقى لازم برضو اضافه بعض الكيميكالز اللي تقلل لي من الكوروجن ريتس. زي ايه بعض الكيميكالز دي؟ قال لي حاجه اسمها المورفلينز والامينز، دول اكتر حاجه بيستخدموهم. لو في كوروجن في قلب البايبس غالبا بتلاقي الكومبوننت ده بيستخدم الإثيلين داي أمين تترا أسيتيك أسيد عشان يدوب الكوروجن أو الصدى اللي موجود في قلب التيوبس، فده وارد برضو تلاقيه من ضمن الكومبوننتس الكيميكالز أو الهازارد اللي موجود عندك في السيستم عامة. طيب نفس الكلام بقى، قلت لك انا الماض انفايرومنت دي بيئه صالحه لنمو البكتيريا، وبعض البكتيريا بيحاول يختزل السلفر لو موجود عنده في الفورميشن او موجود في الدريلين فلويد، فيطلع لي H2S. H2S ده بيعمل لي بعد كده كوروجن، فعشان انا اقلل من البايوسايدز دي بجيب لها بقى حاجات تكافحها، الحاجات اللي ممكن تستخدم موجوده قدام من حضراتكم اهي. برضو بعض الكيميكالز اللي انا مضطر اضيفها للدريلين فلويد. يمكن احنا حتى الان بنتكلم على just one type من drilling fluid اللي هو ال water based drilling fluid. طبعا في نوع تاني اللي هو ال oil based drilling fluid اللي هو ال base بتاعه غالبا بيكون السولار او ديزل، صح كده؟ انت ممكن ان استخدمه على الله، هو اكيد يعني انت غيرت ال base drilling base او fluid base يبقى الكوست هتتغير، هو more expensive، ولكن هو وكمان has a higher impact على environment. يستحيل لما تكون هترمي مية ولا لما هتكون هترمي سولار، أكيد المية أقل تأثير. بس أنا ساعات بكون محتاجه في عملية الدريلينج بشكل ضروري لأن في عندي مشاكل، لأن هو قالك هو يفضل، طالما هو يفضل في بعض الحالات فلما نيجي نحسبها كده في النهاية نلاقي إنها خلاص هو more economical to be used، ونحاول بعد كده نتصرف في الانفيرومنتال امباكت بتاعه. يعني على سبيل المثال انا ممكن استخدمه في الويلز اللي درجه حرارتها تزيد عن 300 فارنهايت، تمام، لما يكون انا شغال في منطقه في فورميشن سنسيتيف للووتر زي ما يكون في سولت او يكون في شيلز، ففي وجود السولر ده ما بيأثرش لا في السولت ولا في الشيل، تمام. لما يكون موجود عندي بير وموجود في H2S gas أو CO2 gas ودول بيزودوا الكروجن، بس هما يزودوا الكروجن لو وجدوا إلكتروليت يعيشوا فيه، لو وجدوا المية عشان يحصل لهم ionization وتقدر بعد كده يبدأ يشتغلوا ككروجن effective gases. لما في وجود غياب الإلكتروليت فبالتالي تأثير الكروجن برضو هيقل. هل برضو أنا ممكن استخدم الأويل بيزد مود ده لو أنا محتاج لوبريكيشن عالي ما بين الدريلينج سترينس والفورميشن اللي موجود عندي؟ يبقى الاول بيزد مود هو مور انفايرومنتال امباكت، بس هو برضو ممكن تضطرني الصناعه ان انا استخدمه. لا مش هستخدمه هو بس، ده انا محتاج كمان اعمل له اديتيفز لان هو المفروض هيقوم بنفس الفانكشنز دي، بالاضافه طبعا للمميزات اللي احنا قلنا عليها من دقيقه كده مقارنه بالووتر بيزد فلويد. هل هو كمان ممكن احتاج ازود الدنسيتي بتاعته؟
قال والله تزود الدنسيتي، فانت ممكن تضيف بارايت، تضيف بنتونايت، تضيف كالسيوم كربونيت، بس الهيدروفوبيك نيتشر بتاعت البارتكلز دي مختلفة عن النيتشر بتاعت الاويل بيز او بيسموه ده هيدروفوبيك، ده اورجانيك ماتيريال وده ان اورجانيك ماتيريال. فقال لازم نعمل تريتنج، دايما غالبا بنعمل تريتمنت، يعني لازم في كيميكال هضيفها للسوليدز اللي موجوده عندي دي عشان تقدر انها تختلط وتبقى ميكسد ويل بالاويل بيز مود. انا محتاج ازود الفيسكوستي بتاعته، ممكن ازود الفيسكوستي، قال ممكن تضيف له بعض الووتر تزيد الفيسكوستي بتاعته، بس تضمن، لازم تضمن ان الووترز دي موجوده على شكل فيري فاين دروبليتس، يعني ديسبيرسد. ما انت لو سبت ووتر واويل هيتلاقي الاويل كده خد لاير والميه خدت لاير تانية ومنعزلين عن بعض. فانا عشان اضمن ان الفانكشن بتاعتها تكون شغاله لازم يكونوا الاثنين كومبليتلي ديسبيرسد، وعشان اضمن الديسبيرشن بتاعها ده فانا بضيف كيميكالز ايمالسيفايرز عشان اوصل للايمالشن ستيت، ومعظمها بيبقى سيرفاكتنت كالسيوم او ماجنيزيوم فاتي اسيدز. يعني انا برضو مضطر اضيف لده كمان بعض الكيميكالز. ماشي كده يا شباب؟ يبقى الاويل بيز مود اي هاف تو يوز ات لو انا اضطريت لكده، واحيانا كمان انا مش هستخدمه هو كده لوحده، لان انا برضو مضطر نضيف ليه بعض الكيميكالز. طيب يمكن اتكلمنا خلاص كده على الكيميكالز اللي موجودة في الجيرلين فلويد سواء كان اويل بيزد او ووتر بيزد. في نوع تاني من الـ من الـ من السورسز للويست اللي ممكن تكون موجودة في الجيرلين اوبريشنز زي الهيفي ميتالز. طيب الهيفي ميتالز دي زي ما قلنا هو عبارة عن عناصر، العناصر دي كثافة الدنسي بتاعتها كبيرة، وجودها في الانفايرومنت بتركيزات صغيرة جدا قد يكون مدمر للهيلث بتاعت البني ادمين والهيلث بتاعت الانفايرومنت بشكل عام زي ما هنشوف بعد كده. يعني النبات ماشي، الكائنات الحية اللي موجودة في المية ماشي، وفي الاخر برضو سواء حضرتك اللي موجود في المية او النباتات اللي بتتغذى على التربة، كل ده راجع لحضرتك في الاخر عشان تتغذى عليه. طيب جنرالي كده يعني المصادر اللي ممكن يجي منها الهيفي ميتال sources للانفايرومنت دي للدريلينج انفايرومنت، خلي بالك ده الهيفي ميتالز دي ده كومبوننت اساسي موجود في الدريلينج في الكرود اويل. لو انت اخدت الكرود اويل وجيت تحلله هتلاقي موجود فيه من خيرات الله من الـ من الـ من الهيفي ميتالز، بس طبعا بتركيزات صغيره. طيب هو ممكن يكون موجود من ايه تاني؟ قال ده هو ممكن يكون ناتشرالي اكزيستنج في الفورميشن اللي انت شغال فيه، وانت بتحفر كده الطبقات دي نفسها فيها هيفي ميتلز، فهي خارجالك ضمن القاتنجز وبتعمل ميكسينج وميكسد مع الدريلينج فلوت، فبالتالي هتدخل الدريلينج فلوت. او قد تكون انا اصلا ضفتها ضمن كومبوننت معين في الدريلينج فلوت، انا عمال اضيف اضيف اضيف. يعني لو بصيت للتيبل ده ودققت فيه شويه هتلاقي حتى البرايت اللي انت بتتكلم فيه ماذا، في جزء ألومنيوم، في جزء أرسينيك، في جزء برايت، في HG as well as well، في كوبالت. يعني لو جيت تبص للتحاليل هتلاقي بعض الحاجات اللي أنا بضيفها زي البرايت، الكلاي، الإجنايت، القوستيك، الكيميكال كومبوزيشن بتاعهم موجود في أوريدي بعض الهيفي ميتالز. هيفي ميتالز يعني واحد من الموجودين دول. يبقى هو ممكن يكون موجود في الفورميشن وممكن أدد لدريلينج فلويد، ممكن موجود اصلا في الاويل اللي موجود تحت في قلب الفورميشن. قال في كمان بعض الكومبوننت اللي انا غالبا بستخدمه، يعني الماسوره الستريت بتاع الماسوره عشان احافظ عليه من الكوروجن، وعشان ما يحصلش ستاك ما بين اتنين وبعض، يعني تقدر تربط وتفك بسهوله، فبيحطوا بعض الدوب او بيسموه ايه زي واكس كده. الستريت دوب دوت بيبقى بعض الكيميكال، يعني 60% منه تقريبا هيفي ميتالز، معظمها من الليد والزنك والقبر. باي اني واي ده ممكن يدخل معاك في المنظومه ويكون من ضمن الايه، يكون من ضمن الموسات اللي موجوده في الدريلينج او الاكتيفيتيز اللي هي اثناء الدريلينج اوبريشنز. طيب عايزين نعمل سامري دلوقتي. لو انت جيت تبص دلوقتي هي فين الملوثات
اللي انا هرميها للاسف في ريزيرف بيت في النهايه. فين الملوثات دي؟ انا عايز اعمل كلاسيفيكيشن ليها. احنا هناخد برود كلاسيفيكيشنز، ما اقدرش اخد كومباوند، كومباوند صعب شويه. فلما تيجي تقول برود كلاسيفيكيشنز، قال هيبقى في عندي هيدروكربونز متمثله في الديزل لو انا شغال على اويل بيزد مود، هيبقى في عندي سولز عمال اضيف بعض الاملاح عشان احسن البي اتش، عشان احسن دي موجود معايا. هيبقى في عندي هيفي ميتلز، واحنا قلنا اللي يمكن اشهرهم هنا دول اشهر الهيفي ميتلز اللي موجوده في الدريلينج فلويدز. دول يا جماعه في النهايه كده رايحين فين؟ رايحين للريزيرف بيت. احنا بنتخيل ان احنا طالما حطناهم هنا وقفلنا عليهم وردمنا خلاص كده احنا قضينا على المصدر. لا طبعا، ده يستحيل يفضل في مكانه. الويست جنريتد هنا ده بيحصل له اميجريشن، هيسافر يروح مكان تاني، هيروح مكان تاني بقى عن طريق الويند، عن طريق المية، يعني ينزل عليه مية فيحصل يدوب بعض الاملاح والحاجات دي لحد ما توصل المية دي للاندرجراوند ووتر على سبيل المثال، او تشوف لها اي مجرى مائي تاني تختلط بيه، او اكون الحاجات دي اصلا انا جنريتد في الاوفشور وبرميها دايركتلي للبحر. فبالتالي هي لو كود بي سيلد ان بليس، يعني كان افضل اوبشن انت هتعمل الحاجه دي، بيعملوا لايننج للبيت، يعني يعملوا لها تغطيه كده من الجوانب ومن الاسفل بحيث ان الحاجات دي ما تخترقش الجوانب وتقفل كويس. طبعا ده ما بيحصلش، فبالتالي بيرجع علينا باثر سيء على الانفايرمنت. تمام، ان شاء الله نكمل بقى المره الجايه.